قصتي بتبتدي كان عمري سنة ونص. ربيت بعائلة 4 بنات و4 شباب مع أم وبي. فلمن بعد سنة ونص اجت حرارة مرضت، ضربني شلل الأطفال، ضربني شلل الأطفال. بس إلهنا عظيم، هو سمح يصير هالشي تكون بنته أنا وكبيرة. دايما فكر ليه عتبي كان على الرب، ليش شو عملت لك يا رب؟ ليش أنا؟ أنا بشتغل بإيد وحدة، أنا بلبس بإيد وحدة. يمكن انحرمت من البي الأرضي بس عندي بي بالسما. فلما تعرفت على الرب يسوع كان مأخر كتير علي، لما صرت مؤمنة وبنته بفتخر هالشي. ندمت ليش أنا وصغيرة ما كنت هيك، يعني وصلت حياتي للانتحار ما قدرت. ضليت اتعذب 27 سنة احترق كيف أصحابي المقعدين عندهم كراسي كهرباء أنا ما عندي. ففت على الكنيسة وتعرفت على الرب. لما صرت بنته بعد 6 أشهر بعت لي كرسة الكهرباء. بتيع الرب، لما بتيع الرب هو بكل شيء رح يأمن لي، ما رح يترك. بعرف اني ما رح امشي لل كان عمري 50 ولا عمري 60، ما رح امشي، انا عارفه هالشي، بس لتكن مشيئته انا ماشي معه. انا بتمنى من قلبي يكون الرب هو عم يسمعني هلا ويعطيني القوه حتى دائما احكي واتكلم باسمه. اكيد انا عندي كمان شكر كتير كبير للاخوه والاخوات اللي وقفوا حدي بكنيستي. طبعا اجمل شيء بالحياه لما الواحد بيسلم حياته للرب، من خلال الأشخاص بشوف فرحهم وسعادتهم، قد بيكونوا كمان معذبين، يمكن بيكونوا بيمشوا، بس ما في حدا خالي من الهموم. بس طبعا أصعب شيء الإنسان لما بيكون ناقص، وأنا بنت ناقصة، بس مع الرب اكتملت، ما بعتقد إنه أنا بنت ناقصة أبدا، كنت فكر بالماضي هيك، إنه أنا ما بقدر، دايما ما بقدر، ما بقدر أعمل هالشيء، ما بقدر، ما فيي. أنا بيوقع الغرض مليون مرة من إيدي. بس الرب هو بلملية، ما بعرف كيف، عنده طرقه، طرقه الخاصة، ما بعرف كيف. هلأ دايما بطلب من الرب أنه يكون في إنسان لقالي بحياتي أن تكون تخدمني لأن ماما كبرت. أنا عندي ثقة أنه بحينه هو رح يدبر، كيف ما بعرف، كيف بدي أعيش ما بعرف، وما بفكر لأنه هو معي. دايما اتكالي على الرب، هو الرب الوحيد الشافي وملك الملوك ورب الأرباب. طبعا ما رح يترك أولاده، بس القوة اللي عندي إياها أنا هو اللي عاطيني إياها. أنا ما فكر ولا تكي ولا ثانية من بعد ما صرت بنته أنه أنا مقعدة، أنه أنا ما بمشي، ما بقدر أعمل هالشي أبدا. أنا بقول لكل شخص مريض عنده مرض صعب، قدي في ألام، في أصعب من وجع مرض الكانسر؟ ما في. في وجع من ألم يلي بتكون بالجسم؟ ما في. بس مع الرب يسوع كل شيء ما كل شيء بيهون وما في ألم. شخص عزيز كتير على قلبي مرض بمرض الكانسر، ما كان يتقبل، متزمر بتقاليده، بمسيحيته هو اللي بيعرفها. فأنا كنت دايما صلي للرب، عرفه عليك قبل ما تاخد أمانته، لأنه مش عارف حاله وين رايح. لآخر دقيقة هو متزمر، بس لما نستحقها أنه هو فعلا رح يموت. وأنا دايما صلي للرب، عيشة يا رب، عيشة بس تتعرفك. بعتت وراي وطلعت لعنده وصلينا وحكينا عن الرب يسوع، دموعها نزلت،
قلت لها انا هذا اللي بدي اياه، بس تطلبيه حتى تكوني حده. صدقيني انسيه، شوفي كيف رح يمد ايده عليك الرب، بس انت اطلبيه من جوا. الرب ما بيفوت على قلبنا غصب عنا، نحن بدنا نكون مستقبلينه بفرح وبسعاده، نحن بدنا اياه، مش غصب عنا بدق الباب وبفوت لعنا. فتحنا له رح يفوت يتعشى معنا، ما فتحنا له ما رح يفوت. الرب ما في شيء غصب عنه الواحد بيعمله الرب. فهي طلبت الرب، صدقوني الفرح والسعادة نسوها مرضها وألمها الكانسر، نسوها الوقت اللي عطينا إياه الحكمة أنه هي لازم تموت فيه، لأن صارت تقول أنه الرب علمه، هو وقت بده بياخد أمانتي، مش الحكمة هن الشافين، هو الشافي. عايش الرب لمدة تختبره حتى تعيش السعادة والفرح اللي عنا إياها. ما تتخيلوا القعدات اللي كنا نقعدها بآخر أيامها قديش هي فرحانة، قديش ما كانت مصدقة تطلع على السما. أنا قلا نيالك سبقتيني حتى تشوف المسيح، شوفي بكرة شو رح تاكل شو رح تشرب، قديش أنت قدي لأن كانت محرومة كله شبعها يا الرب. كنت دايما أطلع لعندها بدها وبدها وبدها وبدها، بس صار الرب بحياتها ما بقى سألت عن شيء، لأن هو بيشبع وبيشفي، هو كل شيء بالحياة. أنا كتير مبسوطة أنه هي راحت وطلبت الرب بحياتها وفعلا طلبته، وندمت على الأيام اللي ما كانت هي لقلها فيها. ولكل شخص كامل عنده أجرين، عنده إيدين وجسد وكامل وبيروح وبيجي، بقول له طلع فيه شوي واسمع لي هالكلمتين. يمكن أنت أجريك عم تروخدك لمطرح مش مزبوط، يمكن إيديك تستعمله لأشياء مش حلوة، تفكيرك تفكير مش حلو، إبليس متغلب عليك، الخطية متغلبة عليك، عم تستبد بجسمك بجسدك بتفكيرك، بدي وبدي أنا وأنا. لا، اطلع على الإنسان اللي بيكون ما عنده إيدين وإجرين وعنده فرح وسعادة أنت بتتمنيهن. لكل شخص، لكل واحد بقله أنت الرب بحبك، بحبك عطيك كامل. لازم تفكر إجريك يكونوا للرب مطيعين، إيديك يكونوا للرب طاهرين، تفكيرك تفكيرك تفكير رب، حتى الرب يعطيك هو اللي بدك اياه وشهوات قلوبك. الفرح والسعادة اللي انت عندك اياهن بشهواتك اللي انت بدك اياها لمدة معينة، يمكن نص ساعة ساعة يوم يومين، بينما انا عندي الفرح والسعادة لمدى الحياة. عارفة انا وين رايحة، بس انت مش عارف. انا اذا سألت اي شخص عادي وطبيعي انت وين رايح، كلهم بيقولوا على السما، كلهم بيقولوا رايحين عند الله. هذا شيء مش مزبوط. الإنسان اللي بيعمل الخطايا وماشي بطريق الغلط مش رح يكون بالسما عند الرب. خلي الرب يدق بابك وافتح له وشوف لوين بعدين بتعطي. أنا كل شخص بقول له ما رح قلك نيالك عندك إجرين وإيدين، أنا محرومة منهم. أنت بتدعس الأرض، أنا ما بدعس الأرض. قديه لازم تشكر الرب أنه أنت إنسان كامل تمشي وعندك، قديه بحبك الله، قديه بحبك كتير، لأن الرب بيعطي السلطة بيعطي قوة للشخص لما بيكون ابنه. بدي ودي رسالة لكل أم وبي عندهم ولد طفل عنده مشكلة، ولمن بيكبر شو بدهم يقولوا له؟ ما يقعوا بالمشكلة اللي أنا وقعت فيها. بكرة بصير عمرك 8 سنين، بكرة بصير عمرك 9 سنين، وأنا عم شوف أخواتي عم بيكبروا وعم بيمشوا، هالشي مش صح. هيدا عذابي ل 27 سنة وأنا أتعذب فيه. بتمنى من كل أم من كل بي، أي ولد بيكون من أولادكم في عنده مشكلة، فهموه على الحقيقة، فسروا له،
ما يكون عنده عتبه على الله او على الرب انه هو عمله هيك، لا، لتكن مشيئته. الأم أكيد عندها حرقة بقلبها إنه ولدها هيك، فمن الطبيعي إنها تكذب عليه أو ما تحكي له الحقيقة. هذا الشيء غلط، لأنه صعب الشخص يكبر مع مشكلته بالعالم حتى يصير كبير بيلوم أهله، بيلوم أمه، بيلوم بيه، بيلوم خيه. ليه ما خبرتني الحقيقة؟ ليه ما قلتولي إنه أنا ليش هيك؟ صدقوني، بتمنى من كل قلبي كل ام وكل بي اي ولد عنده مشكله اعطوه الفرح والسعاده من هو صغير حتى يكبر بنمو الرب. هو الرب بشلكن همه، ما راح خليكن تعتلوا همه، وراح خليكن ابدا تتعذبوا وتتالموا. ما يكون يعني الشيء مثل ما كان ايام زمان، الانسان اي ولد عنده مشكله الام والبي ما كانوا يتطلعوا على هالشيء، ليش هالولد هيك. أنا تعذبت كتير لأن أهلي كانوا ما يعرفوا شو وين الرب وين يسوع وين المرض وين الشلل وين المشكلة اللي الولد عندي ببيتي. تعذبت من كل هالأسئلة، ليش دايما ضليت سنين وأنا أسأل ليه وأسئلة ليه ما كان عنده حدا جواب. بس كان يسوع عنده جواب لما فتحت له قلبي. أنا ما بفتكر إنه أهلي أو البيئة اللي عشت فيها هي اللي عملتني إنسانة شخصية قوية، لا، أنا عملت بحالي لأنه الرب بحياتي. أنا يمكن أتغير بمجرد الرب ما فات بحياتي بكل شيء، لأن كل العالم، كل القرايبين، كل المجتمع اللي بعرفه كلهم قالوا لي جوجو أنت فرقتي 100% عن جوجو القديمة. طبعاً، لأن الرب بيكون عوجنا، لأن الضحكة ما بتفرقنا ولا أي شيء. وبعت لي كرسي، بعت لي إجرين، ما حرمني منه. أنا بعتقد إنه أنا قاعدة على كرسي، بس هو الإجري هو الرب عطاني إياه، بدي يكون بنته تأحكي وأتكلم باسمه. بس تعذبت، ما فيني ما قلكم ما تعذبت، تعملت شخصية، تعملت قوة تكون بالمجتمع، لأنه أهلي كانت العاطفة هي اللي مسيطرة على عقلهم.
شيء حب لكم اياه اخر شيء، انه يلي خلاني الرب يفوت لقلبي هي ترنيمة رضي بيا وحن عليا. قديش لقيت الرب حنون وعطوف. انا ما بفقد الحنية وعطفته ابدا، انا كنت محرومة منها، لما صار هو بقلبي فعلا رضي بيا وحن عليا. وترنيمة تعالوا يا تعابة هو اللي بيمسح الدموع، وفعلا هو بيمسح الدموع. ودم يسوع غالي وثمين، هذه رائعة. ويا إلهي، إلهنا عظيم، إلهنا كبير. بتمنى من الرب يسوع يكون هالشي اللي حكيته لكل شخص حائد مريض ماشي بالخطية، تعرف على يسوع، افتح له بابك وشوف قديش انت رح تكون عندك فرح وسعادة يلي أنا مكملة يسوع معي. إلهنا عظيم، ردي بيا وحن عليها.